انا موجود قدام المستشفى. برضه يا خالد مفيش فايده ما تسمعش الكلام. ما كانش ينفع اعرف اللي حصل للقمه ده وما جيش اقاسر. الدنيا متلغمه هنا يا خالد، مش هينفع تدخل. ماليش دعوه. طب خليك بره ما تدخلش، انا طالع لك. ها انت لسه هنا؟ انا عايز اشوف لقمه واطمن. وانت فكرك ان انا هخليك تشوفها اصلا؟ اشوفها غصب عنك وعن اي حد يا اسر. عشان تتشفى فيها؟ لا، انا خايف على لقمه. واللي بيخاف على حد بيعمل فيه كده يا حسن؟ مفيش فايده فيه برضه ما تسمعش الكلام. حالتها ايه؟ الحمد لله يا فايد بقت كويسه، بس مش هينفع نشوفها دلوقتي. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ حادثه عربيه، ده كل اللي اعرفه. انا السبب في كل اللي بيحصل للبنى، عشان بعد كده تبقى تسمع كلامي. اي يعني كلامك ده هيغير يعني في اللي حاصل؟ انا عايز ادخل لها. اتفضل، باب المستشفى هو قدامك، وهتلاقي صحفيين وبوليس عشان يتقبض عليك، واخلص بقى وارتاح من اللي انا فيه. حقك على خير. مش قصدي والله، بس انا خايف عليك وعليها. لبنى لو جرى لها حاجه انا مش هسامح نفسي. ان شاء الله مش هجرى لها حاجه. قول لي بس انت وصلت ليه؟ مش مهم انا وصلت ليه، المهم دلوقتي اطمن على لبنى. ان شاء الله هتفوق وهتخرج وهتبقى زي الفل. بس المهم ان هي لما تخرج تبقى انت حر، ما تبقاش مسجون. صباح الفل يا حوده، اخبارك ايه دلوقتي؟ عايز يا وليد، عايز اعرف موافق ولا مش موافق. انت حر يعني؟ موافق حبيب، مش موافق هروح مشوار صغير كده لغايه القسم، فضفض لهم على يخلي ضميري هيقتلني. تمام، اعمل لك اللي انت عايزه. هو ده محمود حبيبي اللي انا اعرفه. بس عايزك تصبر عليا شويه. لحد امتى؟ لحد ما اخد فلوسي من تيسير. بص، عشان انا اصيل. ماشي، استناك. سلام يا حبيبي، في رعايه الله. دي مضيت العشيق؟ اه. ده كل الرصيد الموجود في البنك؟ مظبوط. حلو قوي. النهارده الفلوس دي هتصرف وهتبقى معايا. بعد كده خلص لك كل الاجراءات وهتنقل باسمك. بس انت بس سمعني كلمه حلوه. وانا موافق اسلمك خالد. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.